بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الدراسات العليا الـ MBA في مادة استخدام الإحصاء التطبيقي في مجال المحاسبة. برحب بجميع الطلبة والطالبات المستوى الثاني عربي. احنا مع بعض في المادة يعني مشينا فيها 5 محاضرات، دلوقتي هنستكمل مع بعض المحاضرات. فعندنا عدة موضوعات هنشوفها دلوقتي في الصفحة التالية. تحياتي وتمنياتي بالتوفيق والنجاح في المادة، ومن يعني من ساعة ما أنا كنت بدأت معاكم وقايل لكم إن المادة إن شاء الله بسيطة وسلسة وما تقلقوش، ونفس اللي عملته قبل كده ان وعدتكم ان هيرفق بورقة الاسئلة ملخص بالصيغ الرياضية، عشان لو احتجت قانون اثناء الحل ممكن ترجع للملخص ده. فاحنا على اتفاقنا، تعالوا مع بعض نشوف الجزء المتبقي في المادة، نشوف الموضوعات اللي هتتناقش في المادة. تحياتي وبالتوفيق. نشوف مكونات الموضوعات اللي احنا هندرسها. احنا عندنا 5 موضوعات. الموضوع الاولاني اسمه اختبارات الفروض حول المتوسط. الاسم ممكن يكون غامض بالنسبة لك شوية، بس لما هنخش في الموضوع هنعرف يعني ايه فرض. ده بيبقى ادعاء حوالين المجتمع، واحد بيدعي ان متوسط الاخطاء في الفواتير 20 خطأ. فانا عشان افحص الفواتير كلها مش هعرف، فبروح اخد عينة من الفواتير زي ما انتوا عارفين، اقول له هات لي فواتير شهر 7، او هات لي الفواتير اللي قيمتها بتزيد عن 100,000 جنيه واروح افحصها. هنعرف ازاي في الدرس ده اعتمد على العينة في اتخاذ قرار خاص بالمجتمع كله، خاص بمجتمع الفواتير كله. كمان في عندنا اختبارات الفروض حوالين النسبة، نفس الفكرة. وفي موضوع غاية في الأهمية بالنسبة لطالب محاسبة، اللي هو تحليل التباين، ازاي اقارن بين اكتر من متوسطين، ازاي اقارن بينهم وازاي احدد افضل متوسط فيهم. في عندنا كمان جزء اسمه الاحصاءات اللامعلمية، ودي برضك مهمة في هذا المجال، في مجال المحاسبة. ليه؟ لان في عندي بيانات كتيرة ومعلومات كتيرة يصعب التعبير عنها بشكل رقمي، زي موضوع الافصاح المحاسبي وغيره. ففي الحالة ده هيت احنا محتاجين ان احنا نستبدل هذه الالفاظ برتب، زي ما كنا بنعمل في موضوع سبيرمان. فموضوع الاحصاءات اللامعلمية السلاسة اللي فيه انه شبيه بموضوع سبيرمان، ما بيشتغلش بالبيانات الاصلية، بيشتغل برتب هذه البيانات. وبعد كده الاحصاءات اللامعلمية دي باب طويل شوية، فعشان كده قسمناه على 2 مرات. بشكركم، ونتقابل مع بعض في الموضوع الاولاني اللي هو اختبارات الفروض حوالين المتوسط. تحياتي وفي أمان الله.